السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة أعزائي الطلبة اليوم إن شاء الله سنبدأ بالنشيد بعنوان كانت النملة تمشي كاتب هذه القصيدة هو أحمد شوقي شاعر عربي من مصر ولقب بأمير الشعراء الآن سنبدأ إن شاء الله بقراءة القصيدة ومن ثم ننتقل إلى شرحها. كانت النملة تمشي كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم قالت اليوم هلاكي حل يومي وتحتم ليت شعري كيف أنجو إن هوى هذا وأسلم فسعت تجري وعيناها ترى الطود فتندم سقطت في شبر ماء هو عند النمل كاليم فبكت ياسا وصاحت قبل جري الماء في الفم ثم قالت وهي ادرى بالذي قالت واعلم ليتني لم اتاخر ليتني لم اتقدم ليتني سلمت فالعاقل من خاف فسلم صاحي لا تخش عظيما فالذي في الغيب أعظم إذا هذه القصيدة من تأليف الشاعر الكبير أمير الشعراء أحمد شوقي في البيت الأول يقول كانت النملة تمشي مرة تحت المقطم المقطم هو جبل في مصر وهنا يصف الشاعر النمله وهي تمشي تحت جبل في مصر قالت اليوم هلاكي حل يومي وتحتم حل يومي بمعنى جاء موتي تحتم بمعنى تاكد وهنا يقول الشاعر ان النمله تقول اليوم موتي وقد جاء اليوم المؤكد لهلاك ننتقل إلى البيت الثالث يقول الشاعر ليت شعري كيف أنجو إن هوى هذا وأسلم ليت هي حرف تمني شعري بمعنى ظني هوى بمعنى سقط أسلم بمعنى استقر وهنا تقول النملة ليت ظني بالنجاة إن سقط هذا الجبل واستقريت تحته فسعت تجري وعيناها ترى الطود فتندم، سعت تجري بمعنى سارت مسرعة أو مشت بسرعة، الطود بمعنى الجبل العالي، وهنا تقول يقول الشاعر أن النملة لم تستسلم بل حاولت وسارت مسرعة بكل جهدها فكلما رأت الجبل العظيم تندم وتخاف. ننتقل إلى البيت الخامس. سقطت في شبر ماء هو عند النمل كاليم، اليم المقصود به البحر، وهنا يقول الشاعر: لكنها سقطت في شبر ماء الذي هو بالنسبة للنمل كماء نهر النيل، فبكت يأسا وصاحت قبل جري الماء في الفم، يأس بمعنى فقدان الأمل. الفم بمعنى فم النمله. وهنا يقول الشاعر بأن النمله بكت لأنها فقدت الأمل بالحياه وصاحت قبل أن يجري ويصل الماء إلى فمها فتغرق فتموت. ثم قالت وهي أدرى بالذي قالت وأعلم. يقول لقد قالت النمله وهي تعلم ما تقول وتستطيع فهم قولها. ليتني لم اتأخر، ليتني لم اتقدم. ليتني لم اتأخر ولم اخف ولم اخطو للأمام وأتقدم أكثر من ذلك. ليتني سلمت فالعاقل من خاف فسلم. هنا لا زالت النملة تندم وتقول ليتني لم أخف. ولم أبالغ في الخوف وسيطر وسيطرت عليه، صاحي لا تخشى عظيما فالذي في الغيب أعظم، صاحي بمعنى يا صاحي وهنا توصي النملة أصحابها وتقول لا تخاف أمرا عظيما فعليك الاجتهاد والخلاص لأن المخفي أعظم. وهنا اعزائي الطلبه نكون قد وصلنا الى نهايه الحصه استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته